ما عرفتش اش واقع، ما عرفتش انا اش اللي وقع لبنتي، ما عرفتش. بغيت حقيقة بنتي تبان، بغيت الحقيقة ديال بنتي تبان، ما عرفتش اش وقع لي انا. تعيطوا علي بنتي صحيحة في صحيحة داوية معاها الاثنين والثلاث اللي ما هضرتش معايا، اللي وقع في نفس الوقت هذيك الليلة ما هضرتش معايا الاثنين والثلاث. هضره معايا الجمعه والسبت والحد والاثنين هضره معايا، ما كاين والو. لاباس ماما؟ بخير ماما الحمد لله، ما فيها شي حاجه اللي زعما قالت لي رانا مريضه ولا حاسه بشحال. تعيطوا عليا في 6 ديال الصباح، عيطوا على خويا قالوا لي اختك راه انتحرت، وما تمكنش انا بنتي تنتحر، ما ديرش هذاك الوجه، ما يديرش ذاك انتحار. فيه راه بنتي عارفين الناس كتصلي كتوضى كتتقلى بزاف، ما تقدرش دير بنتي في هاك الحاله اللي داروا فيها هما. ما عرفش انا الاسباب ديال بنتي كيفاش وقع عليها. مشاكل عندها مع عيالة الواسة، وحده كانت قاطعه معاها، ما كدويش معاها عام ونص، كدويش معاها وما كتقبلهاش بحال غيرها منها. هذاك الشيء كنشوفوها في الهضره ديالها. ما ذاك وحده اخرى كانت معاها شويه مزيان، حتى هي تقلبت معاها، شكيت منها من الموت. قالت ماما تا هي قالت الاخرى دار، جيت الاخرى وعاد كيزيدوني الملحه في الماكله، طيب شي حاجه كيزيدوني الملحه ولا الحرور في الماكله. وبنتي مسكينه نجيه من ماديه ما جايبه معاهم. وفي نفس الوقت تعيطوا عليا قالوا لي بنتك طاحت انتحرت، وما عيطوش عليا في البلاصه نجي نشوفها ولا نعرف كيفاش طايحه. لحقت عليها للسبيطار، طال ما دخلتش عندها مش كنطل عليها من الجاج 10 ايام وانا كنطلع من عند الشراج. لقيتها عندها عاد ضربه هنا حدا العنق ديالها، ما هذيك ما من شفتها ما تقبلش راه بنتي طايحه. وكانت كتشكى منهم شحال من حاله دازت فيها تسمم، وحنا ما دين ما جايبين. مره كانت غايبه عاد عائلة راجلها مع الطفله تاولا هذاك الشيء، وراجلها ما عرفتش داروا لهم سموهم شي حاجه في الله اعلم فاش وكلوها ليهم. مشاو داهم على الطبيب دقزوا ليهم وانا ما في خباري والو حتى شحال. عاد قالت لي ها ماما وقعوها وقع، مشينا المحمديه وانا ما عرفتش كنت انا وشعيب، وداونا على الطبيب ودقزوا لينا. مره اخرى ثاني في الفروج عاد عائل ثاني طفلتها ولا ما عاد في الفروج ثاني قال شوف اش داك، مشات خويا ومرت مرت خويا واختي كانوا في الفروج ما عرفتش كيتقداو، تلاقات معاهم شي وحده نسيبتهم حلفت عليهم قالت لي معاوده للدار راه كاينه حسنه بنتكم تشوفوها. مشاو شافوها صابوها في عاد الحاله ثاني خايبه. خويا نهار ذاك النهار الخميس صباح الجمعه تعيطوا علينا مع الصباح مع 6 الصباح، تعالوا ما تعالوا مالكم؟ قال لك بنتكم طاحت. من قلنا بنتكم طاحت مشينا نيشان دار بيضاء، مشينا لدار بيضاء. المهم ما خلاوش ندخلوا عنده، خلاوش ندخلوا عنده والو. شويه قال لك المهم من سولت هذاك محمد قال لي محمد تدري كيفاش علاش؟ قال لي يا ودي المر الاولى قال لي انا الدريه غاديه كيفاش طاحت؟ قال لك اودي الدريه مشات الفيسي تحت. شويه ثاني قال لي لا، جا عندي الدري قال لي مرت وشعيب طاحت تلاحت. شويه قال لي لا، المراه اللي مشات الفيسي تلاحت. شويه قال لك اودي كان حنا تخبر قال لك اودي كان بنتكم مليحه في المانطا. شويه من قالوا في المانطا من محمد قال لك لا انا اللي غطيتها بها، ومن قال لي غطيتها بها قلت له ودي. عقب ثاني شويه قال لي عقب وقت المانطا شويه عودنا درنا شويه بركه، حتى قال لك انا غنمشي لواحد المانطا، المانطا هذيك غبرت والحوايج ديال بنتي هاد اللي كان طايحه فيهم تما غبروا. ما خلاوش نلحقوا عندها من دار قالك اودي راه مهرسه ومن ذاك، وهي مهرسه من مراود مهرسه منا عندها هادي منا عندها كذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.